سيرفر ساكسفون يعني كاين لو بينغ هنا في لو سيرفر مثلا يعني ديسكتوب براوزر الى درنا له http غادي نديرو ليه لادريس اي بي ديالو .0.0.1254 غادي عطيونا لاباج باغ ديفو ديال سيسكو في الويب براوزر هنا من الكمبيوتر الى جيت اوكي كاين عندنا هنا ويب براوزر انا دابا في الكمبيوتر الى بغيت ناكسيدي ليه مثلا غادي ندير لادريس ديال السيرفر اللي هي 10.0.0.254 غادي اكسيدي ليه لاحظوا كي تي اكسيدي ليه هذاك الكمبيوتر ولكن شنو هو المشكل هو نورمالمون خاص لادريس اي بي ديال هاد السيرفر ما خصهاش تعرف نورمالمون لادريس اي بي برايفت ديالو ما خصهاش تعرف يعني خصنا نغطيوها هنا علاش درت هنا النات ستاتيك درتو ستاتيك وما درتوش اوفرلود اوكي كنعطيوها ليه ستاتيكمون اوكي هنايا كونفيغريت كلشي هاد لا بارتي دابا دزت لا كونفيغاسيون دابا اش غادي ندير غادي ندير النات غادي ندير دابا النات اوكي تكلمت على لا كونفيغوراسيون درنا كونفيغوراسيون دو باز درنا الروتاج شفتو كو البي سي ممكن يدخل لو سيرفور ا ديستانس المهم بلادريس اي بي لوكال ديالو اللي هي بريفي وهذا ماشي مزيان في لا سيكوريتي وفي لو موند ريال ماشي هكا كتمشي لا كونفيغوراسيون ولا رياليتي ماشي هكا داير الوغ دابا اش غادي ندير نات غادي على لا ماكيت ديالنا وشفنا كو يعني لو بي سي ممكن يدخل لو سيرفور يعني à distance mais il dit l'accès l'HTTP avec le serveur web problème moi quand je l'ai une adresse privée dialo ou a dit mais chez Mziana ok l'ida n'a pas dit qui est un goulot a dit l'inna ou le mouchkil t'amène à l'inahiyaj ok d'abord on a dit j'ai le routeur il fait une note statique ou a dit une note statique Alors, je vais dire la commande IP NAT, ok, inside static, ok, inside static, ou qu'on a l'adresse IP. Alors, je vais dire inside, ça m'a bénis bel head l'interface, c'est ou l'inside d'yel head le réseau, et n'y m'en head le routeur, l'inside d'yel ou head, ou l'outside d'yel ou head, ok, head ou l'outside ou head ou l'inside. Inside, le mouim ou l'y qui qu'on m'jette. من جهة اللوكال نيتورك اوكي من جهة اللوكال ديال اوكي ستاتيك غادي نعطيها لادريس اي بي ديال السيرفر .0.0.254 اوكي غادي نقول ليه شوف هاد لادريس اي بي اللي جاي من هاد السيرفر مني تبي تخرجها من هاد الانترفاس هادي خرجها بهاد لادريس اي بي بيبليك اللي هي 200.10.0.2 اوكي خطأت في شي حاجة اي بي انسايد ندير بوان دانتيغوغاسيون باش نعرف اي بي انسايد سورس اوكي نسيت الوغ سمحوا لي غادي ندير اي بي نات انسايد سورس ستاتيك اوكي عاد ندير يعني لا سورس غادي ندير لادريس ديال السيرفور اللي هي 10.0.0.254 وندير كي يخرجها 200 بوان .10.0.2 اوكي يعني قلت ليه غادي دير سورس اللي غادي تجيك اللي هي ديال السيرفور غادي تخرجها ليا بهاد لادريس يعني غادي يدير لا ترانسليشن اوكي
من بعد دابا غادي ندير الانترفيس، غادي نمشي للانترفيس اس او، اوكي اس او 0 او اس او 0 سلاش 0 سلاش 0. واش غادي ندير ليها هاد الانترفاس؟ خصني نردها نوري للروتور فين هي الاوتسايد وفين هي الانسايد. اوكي الاوتسايد ديالو هي هاد اس او 0 0 هي اللي جات من جهه الروتور الاخر. غادي ندير ليه اي بي نات outside. اوكي غادي ندير اكزيت وندير ليه الانسايد ديالو. الانسايد ديالو هي اللي جات من جهه السيرفر. غادي ندير ليه انترفيس جيجا ايثرنت 0 سلاش 0. غادي ندير ليها اي بي نات انسايد. اوكي هادي درتها انسايد، والاخرى والاخرى درتها اوتسايد. اوكي هادي هي لا كونفيغوراسيون في هاد لو روتور ستاتيكمون. غادي ندير دو دبليو رايت. اوكي باش هاد الروتور يعرف فينا هي الانسايد وفينا هي الاوتسايد. اوكي دابا نورمالمون نات ستاتيك درتو في هاد لو روتور. دابا لو روتور الاخر اش خصني ندير فيه؟ خصني ندير فيه خصني ندير فيه نات اوفرلود. علاش؟ لانه عندي بزاف ديال لي بي سي وبيتهم كلهم يخرجوا بهاديك لادريس بوبليك. اوكي انا دابا مثلا عندي هنايا لو روتور الثاني. غادي نجي لو روتور الثاني. اوكي غادي نجيبو هنايا. اوكي الو لو روتور الثاني ديالي انا في لو روتور الثاني. اوكي انيبل كونفتي انيبل انيبل كونفتي. اوكي لاحظوا معايا دابا انا في ار 0 نات اوفرلود، يعني في هذا. اوكي غادي نقول ليه هاد لي زادريس اي بي، هاد لي بي سي لي بريفي، خصك اي واحد بيخرج خصو يخرج من هاد الانترفاس بهاد لادريس اي بي. لهذا خصني ندير واحد لاكسيس ليست. اوكي لي زاكسيس ليست انا غادي نشرحهم مزيان هنا. بينا نديرو واحد لاكسيس ليست اللي هي بازيك، فهمتي؟ الو غادي ندير لا كوموند اكسيس ليست، غادي نعطيها واحد لو نيميرو ديال هاد اكسيس ليست، نعطيها واحد مثلا نعطيها نيميرو واحد. بيرميت بيرميت اش كتعني بيرميت؟ هي بيرميتي يعني رخص لي زادريس اي بي 192.168.1.0 اللي هما في هاد لو ريزو. اوكي اللي هما في هاد لو ريزو تنجل لو ماسك جينيريك. اوكي غادي ندير 0.0.0.255. علاش؟ حيت هادي باغ ديفول كلاسي. اوكي لو ماسك ديالها 255. قلت لكم كيفاش تكالكوليو ديك الخطره في واحد لا فيديو كيفاش ديروا لو ماسك جينيريك، ودرت لكم لوبيراسيون هنايا. اللي ما شافش يشوف لي فيديو الاخرين نشرح فيهم مزيان. المهم بلاصه 255 كندير 0، بلاصه 0 كندير 255. هادي طريقه غابيد ولكن نورمالمون كدير واحد لوبيراسيون. اوكي تندير اونتري. انا درت دابا هاديك لاكسيس ليست كرييتا. هادي هي لو هادي هي الكوموند ديال لاكسيس ليست، داكشي اللي فوسط لاكسيس ليست هو هادشي اللي هاد السطر اللي كتبت. اوكي دابا غادي ندير اي بي نات. اوكي اي بي نات. اوكي غادي ندير انسايد سورس، الانسايد ديالو سورس اللي هي بتكون ليست 1. يعني سورس هي هذاك الشيء اللي كتبت في لاكسيس ليست. فهاديك لاكسيس ليست هي باش ما تكتبش هاديك لا كوموند، كتخشي داك الشيء كله في هاديك لا ليست وكتهزها تخدم بها. اوكي كتجي ليه انترفيس هذا الشيء اللي بيكون هذاك الشيء، هذوك لي كوموند اللي فوسط هاديك لاكسيس ليست غادي تهزهم. اي حاجه لا كوموند اللي درنا فيها هي كو هذوك اللي في دوك الغيزو 192.168.1.0 غادي تصيفطهم للانترفيس. الانترفيس اس او 0 سلاش 0 سلاش 0. اوكي ونزيدها اوفرلود. علاش اوفرلود؟ قلنا لانه هنايا عندي بزاف ديال لي بي سي وكلهم بغيتهم يخرجوا من هاد الانترفاس، قلنا غادي نصيفطهم لهاد الانترفاس وندير لهم الاوفرلود. علاش؟ باش كلهم اي واحد بغى يخرج نعطيه هاد لادريس اي بي ديال هاد الانترفاس.
اوكي ماشي شي حاجه اللي كومبليكي بزاف، راه ساهل. اوكي هنايا غادي نجي، بقات لي حاجه واحده هي نجي للانت وندخل للانترفيس سيريال. اوكي نبدا باللي مجيتي، غادي ندخل للجيجا ايثرنت 0/0 اش بتكون. دابا انا قلت لكم لو روتور ها هو اللي جيه دو لوكال، يعني هاد الانترفاس بتكون هي الانسايد. غادي ندير اي بي نات انسايد اوكي، وغادي نمشي للانترفاس سيريال اللي فيها الكلوك ريت انترفيس اس او 0/0 او سمحوا لي سلاش 0، وغادي ندير فيها اي بي نات اي بي نات اوتسايد. سمحوا لي اوتسايد، علاش ندير دو دوبل فريت عاد نتكلم معكم نشرح لكم. قلنا نعاود لكم كو هاد لو روتور عنده لا بارتي انسايد ولا بارتي اوتسايد. لاوتسايد هي اللي كيخرج بها، والانسايد هي اللي تيكون غالبا فيها لو ريزو، يعني جا من جهه واحد الريزو لوكال. ها هو جا من جهه ريزو لوكال، هذا هو الانسايد ديالو وهذا هو لاوتسايد ديالو. هنا منين بيدخلوا لي زادريس اي بي وهنا منين بيخرجوا. اوكي الوغ في حاله مثلا كانوا جاي مثلا يعني اون ادريس اي بي من هاد لو ريزو بيمشي، دابا غادي نشوفو في لا سيمولاسيون غادي نشوفو كيفاش كيوقع لا ترونسلاسيون ديال لي ادريس اي بي. اوكي هنايا انا كملت لا كونفيغوراسيون في لا ماكيت ديالي، دابا غادي ندير ان تيست. اوكي دابا غادي نجي ندير عادي، غادي ندير واحد الطريقة غادي تشوف. دابا انا في لو بي سي دابا اوكي، انا بغيت نجي لهاد لو سيرفور اتش تي تي بي. اوكي نجي للديسكتوب نسد باش نوريكم كيفاش درت. هنا جيت لو بي سي ديالي ها هو 192.168.100 اللي هو في هاد لو ريزو، وجيت للبراوزر زعما مثلا انا بغيت ندخل مثلا للويب. اوكي غادي ندير ليه اتش تي تي بي اوكي، انا ما عنديش سيرفر دي ان اس اللي غادي يجي ليا، غادي نعاود باش يجي ليا من لادريس اي بي نعطي ان نون، نعطي السيت ويب واحد دبليو دبليو بوان شي لعيبه. المهم انا غادي نخدم دابا بلي زادريس اي بي. اوكي دو سلاش اش غادي ندير؟ ما غاديش ندير ليه لادريس اي بي ديالو بريفي انا ما تنعرفهاش، غادي ندير ليه لادريس الاخرى ديال الانترنت اللي هي 200.10.0.2، وغادي ندخل. لاحظوا كتيدخلني للويب سيرفر، يعني انا كنعرف غير هاد الانترفاس وما كنعرفش انا هاد الانترفاس. اوكي يعني شنو هو لو برانسيب؟ لو برانسيب هو كو انا اش قلت هاد ريزو ما كيعرف والو، كيعرف هو غير هاد الانترفاس، هادشي اللي كيعرف. يعني كيجي كيصيفط هو داكشي ديالو لهاد الانترفاس، هاد الانترفاس كتعرف هاد الانترفاس بيناتهم هما اش كيقول لك؟ كيقول اودي اي حاجه جايه من هنا حنا تنعرف كي انت صافي، هادشي اللي كاين. اوكي يعني باش حتى لو سيرفور ديالك كتبقى لادريس بريفي ديالو، يعني يعني برايفت، يعني ما يعرفهاش شي حد. اوكي دابا اش غادي ندير؟ غادي نجي ندير واحد السيمولاسيون. اوكي وغادي نبينغي من هاد البي سي لهاد السيرفور، وغادي نخلي توصل داك الجوا هنايا، وغادي نكليكي عليه ونوريكم اشنو نفصت منه. ماشي الفلوس ولكن فصل من دي زانفورماسيون ما غادي يكون فصل الفلوس. غادي نجي ندير واحد البينغ، غادي نديرو من هاد البي سي لهاد السيرفر هذا. اوكي غادي ندير بلاي. اوكي زيد سير غادي صيفط. دابا وصل لو سويتش، الباكي وصل لو سويتش، غادي صيفطو لو روتور. اوكي ومن لو روتور راه غادي يصيفطو لو غوتور لاخر، من لو غوتور لاخر راه غادي يصيفطو. لاحظوا غادي يصيفطو لو غوتور ومن لو غوتور غادي يصيفطو لهاد لو غوتور. هنا غادي نكابتي الباكي هنايا غادي نكليكي عليه دو فوا. اوكي لاحظوا معايا، غادي نجي هنا غادي نفسر لكم اشنو طرا، نجي نعاود تاني نرجع لهاديك البي دي. لاحظوا معايا هنايا نورمالمون في هاد الاي بي سورس اش كان؟ نورمالمون خصها تكون لادريس اي بي ديال هاد البي سي هذا. اوكي ديال هاد البي سي 192.168.100 ياك.
و لي بي ديال ديستيناسيون ما خصهاش تكون ديال هاد الهادي، خصها تكون ديال السيرفور. هنايا كاينه ديال الانترفاس باش تعرفوا كو زعما راه ما كيعرفش، يعني ما عرفش هو لادريس تاع السيرفر، هو كيعرف غير الانترفاس. اوكي، هادشي اللي طرا في هاد الباكي هذا. هنا بغيت نوضح لكم كو هو راه ما تيعرفوش، فهمتي؟ اوكي، نعاودو نديرو لا كابتشور. غادي نحيد ندير ديليت وغادي نكابتشوري هنايا. انا دابا غادي نبيكي من البيسي للسيرفر، اوكي، ولكن غادي نكابتشوري هنايا في لو روتور باش نوريكم اش نطرا. اوكي، زيد سير لو روتور، اجي نكابتشوري هنايا بي دي يو. لاحظوا معايا انا مزيان، لا ديست السورس هي 192.168.100 اللي هو البيسي. اوكي، وهنايا ديستيناسيون لاحظوا هي 10.0.254، يعني هي الانترفاس الاخرى. اوكي، دابا غادي نجي كنت بغيت نكمل لكم البينغ، ولكن يعني لا بارتي اللي درت في الاول كو زعما كو هنايا اش كيولي، هنا كتولي السورس. السورس هي هاد هي الانترفاس الاخرى اللي هي 210.01. اوكي، يعني كيتبدل كتبدل لادخا. كنتمنى انه فدتكم بزاف في هاد التوتو وفي هاد الدرس ديال النط وشرحته مزيان، لانه ما كنظنش انه نسيت شي حاجه، لانه كيف شفتوا البحر راه ما بوستيت واحد لا فيديو حتى 3 ديال الصباح ديالنا هنايا، وجيت من الخدمه عيان وبوستيت هذيك لا فيديو. فقت اليوم الصباح بريباريت هاد لو كور ودرت ليكم شرحته ليكم، ودابا كنتمنى من الله تعالى يوفقني ونحط لكم هاد لا فيديو دابا. راه ما سالش تمشي ديال تبريباري كور تمونطي تمشي تخدم تمشي، كاينين بزاف ديال كنمشيو دي بيورو كنديرو شي حاجه ادمينستراتيف، يعني راه صعيب شويه بزاف. سمحوا لي الا ما كنتش كنجاوب شي وحدين، ولا راه غير راكم انتكم كلشي غادي تشوفوه، ومازال غادي نقربكم ليا اكثر اكثر. لا بالنسبه للعام حيت شحال من واحد كيسولني دابا انت فاش خدام، واش انت استاذ، واش دابا بنادم تخربق عليه ما بقى عارفك انا واش انا ادمينستراتور غيزو ولا ما عرفنا كاع فاش خدام. هاد بوستيت واحد لا فوتو على الخدمه اللي غادي ليها. انا غادي نتكلم لكم على العمل ديالي واللي كيهم من الدرجه الاولى، اللي كيهمني واش هاد لي زانفورماسيون اللي كنعطيكم واش كيفيدوكم ولا ما كيفيدوكمش. وكنتمنى لا فيديو عجبتكم، وديروا لي سبسكرايب ولي لايك، وحاولوا هاد لاشين تبارطاجيوها ودعموها باش حنا نحققوا هذاك الحلم اللي كنوعدكم به، لانه راه انا كنبارطاجي لي زانفورماسيون اللي انت قريتيهم وقلبتي عليهم وترجمتيهم، قريتي بالانكلي قريتي بالفرونسي ترجم، يعني كتعذب باش تبريباري ان كور، واخا كيبان صغير ويعني شي حاجه ماشي ثقيله، ولكن راه ما ساهلاش. وكا خوكم رضا غادي يقول لكم السلام عليكم، وطلوا في راسكم وردوا بالكم من كوفيد.